الخطاب الديني بيقول يصبروا على الفقر وزهدوا، وتلاقي الداعيه بيعمل برنامج بكم مليون جنيه وراكب عربيه بكم مليون جنيه وبيطلب من الفقراء. ان نبي الله داوود كان ياكل من عمل يده وهو ياكل من عمل الدين. مثلا انا لما اقول للناس النظافه من الايمان، طب ما انا ببتدي في بضاعتي انا بفعل كل ده على. طب انت شايف شيخ محمد لو انت لوحدك تمارس نوعيه تجديد الخطاب الديني من خلال السلوك، من خلال الشغل على الارض، انت لوحدك انت شايف ده قادر عليه لوحدك بالتغيير؟ نعم. طبعا ربما يا رجل بامه، رب رجل بامه، يعني مثلا انت شايف كده؟ اه طبعا. شايف انه نفسك ان حاسس انه ممكن تغير امه؟ ارجو من الله ان اكون. تخيلي مثلا لو لقينا اكبر شيخ في المؤسسه الدينيه نازل في الشارع بيكنس الشارع، رد فعل الشعب هيكون ايه؟ الناس هتقول ياه ده الشيخ الفلاني الكبير نازل في الشارع بينظفه بنفسه، هيستحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه، ما كانش بيعلمهم بالقول، كان بيعلمهم بالعمل. مجتمعنا يفتقد الى قيادات روحيه ربانيه تاخذ بايد الشباب. سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان يدخل مسجد سيدنا الحسين ويقوم بتنظيف دوره المياه بنفسه. هل نقص من الشيخ الشعراوي شيء؟ انا دخلت منزل الشيخ الشعراوي كان لا يجلس الا على الارض.